السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم هي الحلقة 10 من برنامج لوحة ومجسم، ولوحة اليوم هي لوحة شبيه الريح، وهذه رسمتها في تاريخ 7 أغسطس عام 2019 ميلادي، وشاركت بهذه اللوحة في معرض دبي الدولي. اللوحة خارجة عن المألوف، طالعة عن البرواز، وهي بسيطة جدا، وبتحكي قصة سفينة خدمت لفترة طويلة جدا في البحر إلين انتهى عمرها الافتراضي، ورست على الشاطئ في مكان مهجور، وأصبحت من التاريخ. لكن للأسف الشديد لم تذكر ما قامت به من أعمال، وهذا هو موضوع لوحة شبيه الريح. أما مجسم اليوم فهي عبارة عن سفينة، هذه السفينة القديمة التي رست في الشاطئ، والذي عملت الكثير والكثير. اشتغلت هذه السفينة في نقل الركاب في السفر من دولة لدولة، اشتغلت هذه السفينة في الصيد، اشتغلت هذه السفينة في استخراج اللؤلؤ، واشتغلت هذه السفينة في أعمال كثيرة جدا جدا. وللأسف الشديد كانت نهايتها إنها لما وصلت سن التقاعد أصبحت مهملة ولم يذكر أعمالها. أظن الرسالة وصلت. نفس وضع هذه السفينة هي وضع العديد من المبدعين في الدنيا. المبدعين اشتغلوا في أمور كثيرة جدا، أنتجوا، تعبوا، حطوا بصمة في كل مكان اشتغلوا فيه، كان لهم الريادة والسبق في جميع الأعمال والتطوير في المكان اللي بيشتغلوا فيه، وكان الكل بيمدحهم والكل بيثني عليهم. وبالطبع ناس ناجحين بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب يكون حظهم مع الأسف الشديد قليل. وفي أغنية فوزي محسون بيقول يا عيني حظ الأتعباء. المهم مو هنا، المهم هي بتحكي قصة الناس المنتجين في الدنيا هذه. تلاقيهم عملوا برامج، تلاقيهم اشتغلوا شغلات قللت من خطوات العمل، تلاقيهم دائما ناس رياديين وقادة في الأعمال، ينسوا كل شيء لأنهم بيحبوا عملهم، لدرجة أن بعضهم بيكره الإجازات وبيكره الإجازات الأسبوعية المسمى بالويكند، إجازة نهاية الأسبوع، لأنه يرغب في إنجاز الأعمال. طبعا في أثناء عمله بيقصر كثير جدا في أسرته، لكن ما بيقصر أبدا في أعماله. بعد ما ينتهي هذا الشخص من كل هذه الأعمال، فجأة يسمع إنه هو وصل السن القانوني للتقاعد ويمنح التقاعد. بعد التقاعد يصبح نوع من أنواع نكران الجميل، ما حد بيسأل عنه، ما حد بيذكر أعماله، حتى لما ينتهي في التقاعد ما يكرم بشهادة أو بدرع بيتكلم عن إنجازاته. الطامة الكبرى
لما بيتغير الطاقم اللي كان هو شغال معه، يعني بيتغير وزير، بيتغير وكيل، بيتغير مدراء عموم، بيتغير ناس كثير في الإدارة، في الإدارات المختلفة. وتيجي وجيه جديدة ما تعرف مين اللي طور الإدارة، ولا تعرف ماذا عمل هذا الشخص، سواء كان طبيب أو مهندس أو مدرس أو 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 حتى لو كان عامل بسيط في هذا المكان اللي كان يعمل فيه، ولكنه أنجز إنجازات كبيرة جدا. هي هذه بالضبط قصة الباخرة أو السفينة اللي اشتغلت وتعبت وعملت وسافرت من مكان لمكان عشان تنتج، وفي الأخير للأسف الشديد لم تكرم. الطامة الكبرى يكرم هذا الشخص لما يموت، يا عيني لما يموت يبدأوا يتذكروا ويقولوا كان وكان وسوى وعمل وطور، وفي الأخير بيمنحوا شهادة وبيمنحوا درع، لكن للأسف الشديد بعد وفاته. أخيرا أقول لكم كالعادة